دي الله. انا بحبك. برافو عليكي. وطي صوتك. هذا اللي كان لازم يصير. اوكي. هو بعد ما حتحط عينه بعيني ولا حتحكي معي ولا كلمة. معليش. عادي. قلت لك هو متلبك بين فكرة السفر وبينك. يعني أي تصرف بيتصرفه على إنه عم بيحاول يتجنب يعبر عن مشاعره فبيكون لأنه هيك مو أكتر. بعرف بعرف يعني أنا بحس إنه هيك بس كيف بدنا نتأكد؟ أنا متأكدة. فاضي تسمعني شوي؟ لا فوت. بقى شو بتعمل بهيك حالة؟ بنت أرق من النسمة وصار بهالعمر مرة إنها تجرأت وبادرت وقالت بحبك وإنت لا فيك تقلها إيه؟ ولا فيك تجرحها بالرفض أو التجاهل. شو بتساوي؟ تي شو بساوي؟ بقلها الحقيقة. أي حقيقة؟ أي الحقيقة اللي قلت لي إياها هلا. شبك؟ إيه؟ إلا أنا بحبك كمان بس أنا مخططة بهالحياة. واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا وكذا وكذا وكذا. بيناسبك هالشيء ولا لا؟ هلا هيك القصة بهالبساطة؟ لك هي مو اسمها بساطة. شو قصتك أنت؟ هي اسمها إنك تعطي الموضوع حقه، حقه الطبيعي، حقه الطبيعي تعرف هي إذا كنت أنت بتحبها لما لا. ما بصير تجرحها مشاعرها شادي، ما بصير. هي قالت لك أنا بحبك وسبقت عليك وكانت أرجل منك. حقها الطبيعي. خليك واضح وخليك حر. بدك تحب لازم تكون حر. إلا أنا بحبك. وبعدين عندي هذا الظرف، عندي هذا المشروع، وعندي هذا الوضع، وهي هذا الطموح. بحكي كل شيء بصراحة وتركها هي تقرر. ما بتزبط، ما بتزبط خال هيك. يعني بدي أسألك دخيلك، أنت بعمرك سمعت عن اثنين اعترفوا لبعضهم بالحب ولما ما زبطت معهم قدروا يضلوا أصدقاء طبيعيين؟ مو زابطة. شو السؤال ده؟ هي ما بعرف إذا كان صارت لما لا. يعني صعبة معك، صعبة صعبة. بس كمان يعني طالما الصراحة بلشت بيناتكم وهي قالت لك خلص، يعني حكي لها عن ظرفك، والأهم خلي هذا حر من جوا وعقلك كمان حر وتركها يا أخي هي تقرر. أنا ما رح أقدر إذا صار هيك ضل مع رفيق عادي. معك حق. رك دخيلك أنا، رك دخيلك. ليش بحبك؟ ليش بيجي لعندك؟ مو لأنه بعرف إنه رح لاقي عندك الصح. لا بتشد إيدك، لا بتشد إيدك. لو كنت كل الأد صح أنا ما كنت شفني غاطس الغطسة إلا. لا 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 لا. شو خال؟ مشكلة عاطفية؟ احكي احكي بحللك يا عادي. راس ولا راس. شغلة هيك. هلا شو مشان المشروع؟ والله ما بعرف يا خال، هلا بدك تطول بالك علي شوي، يعني في براسي مليون شغلة، خاصة هذا الموضوع اللي حكيت لك عنه، مكركبني كثير. على فكرة مو من وقت لقلكي بحبك، من قبل. يا سيدي من لما حكيت عن الهجرة بلشت أحس عليها وبلشت أتكركب، بقى حلمك علي شوي مشان المشروع. بس مو تسألي فيها كمان القصة. شك لا لا لا، بأقرب وقت بحسم لك إياها. ماشي. بدك شيء؟ لا قوم حليق. يلا خاطرك انتبه على حالك. ها عطلناك خال. لا ولا يهمك. شو قلت لي اسم البنات؟ سهر. سهر. يلا روح سهر روح. الله معك. بقى ما بعرف هذا الحكي بيناسبك؟ يعني بتسافري معي؟ هلا قلت انك بتحبني. ايه مزبوط بحبك. ايه افترض اني قلت لك ما بقدر سافر، انت عن شو بتتخلى؟ عني ولا عن حلمك بالسفر؟ سهر هيك ما بيصير، يعني مو هيك بتنحكى القصص. ليكي انت بدك تعتبري انه السفر صار جزء من شخصيتي، جزء من كياني. يا بتقبليني هيك يا ولا ما بتقبليني. السفر يعني ما له شكل وش او لون عيون، ما فينا نغيره. السفر خيار. ايه خيار. ايه ايه خيار. يعني مثل ما اخلاقي اللي يمكن حبيتيني من شانها هي خيار، ومثل ما افكاري اللي بتعجبك خيار، كمان السفر بالنسبه لي هو خيار.
وخيار نهائي محسوم. يا الله سهر لا تزعلي مني، بعدين ما فيك تطالبيني بانه هذا الخيار لازم يكون خيار مشترك. انت سمعتي قراري بعدين قلتي لي بحبك، يعني وانت عم تقولي بحبك كنت عم تقولي يا لشادي يلي مقرر يسافر ويعيش برا. وماني فهمان، يعني ماني فهمان انت ليش مانك قبلانة تفكري انك تطلعي معي؟ لانه العيشة هون كمان خيار. ايه وهلا هلا شو يعني؟ هذا خيار وهذا خيار، فشو نعمل؟ تعرف شو؟ خلينا نختبر هذا الشيء. كيف يعني؟ هلا انت مو بتحبني وانا كمان بحبك، يعني منبلش نعيش على انه انا وياك منحب بعض ومنشوف بعدين، يا بتقنعني اطلع معك يا بقنعك تبقى معي. طيب اذا لا اقنعتيني ولا اقنعتك؟ نترك بعض. يا سلام نترك بعض هيك بهالبساطة بعد ما بنكون تعلقنا ببعض وبنينا احلامنا سوا؟ بنكون اعطينا لحالنا فرصة. اذا من الاول بدنا نقول ما رح يمشي الحال بنكون هدينا الحلم تبعنا، واذا قلنا بيمشي الحال بنعطي لحالنا فرصة امل. ايه يعني بس وانت بهذا العمر؟ شو عن نسيت يعني؟ لا لسه لهلا ما عنست يعني، بس لما تطلع لي الفيزا بيكون يعني على وشك. انت شو بدك بهذا الحكي؟ انا قبلانة. طيب ليش؟ لاني بحبك، بحبك كثير. طيب بس انا ما بنحب صار. يا سيدي انا الكيان الاعور تبعك. لا 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 عن جد عن جد، انت على شو بتحبيني؟ يعني مرات انا ما بحب حالي. سهر صار عمري 28 سنه لهلا باخذ مصروفي من اهلي، ما في شغله اشتغلتها وكملت فيها للاخير، ماني عارفان شو بدي، ما في قرار قدرنا اخذه للاخير، على شو بتحبيني؟ فيك شغلات انت ما بتعرفها، انت حساس وشفاف وصادق وبتحب من قلبك. بحبك لما بتنطرب مع شي غنية وبتغني معه، بحبك كيف تتعامل مع سوزان، يعني هيك بحبك. بس بحبك. شو موافق؟ إنه شو؟ إنه نختبر ونشوف إذا حدا أقنع التاني؟ يا ستي موافق، بس يعني كيف رح نتصرف؟ رح نخبر أهلك رفقاتنا؟ أهلي رفقاتنا إيه، بس أهلي وأهلك لا لسه بكير، وخصوصي أهلي لأنه بس يعرفوا بهيك قصة بدهم يحركشوا بقصة الخطبة. نحنا ما رح نعمل شي رسمي لحتى نشوفهم بده يقنع التاني. يا أنا بتجنن. مو سمعانها بالهلا؟ لا والله ابدا ابدا. غريبه يعني هي، مع انه يعني ما لها من الاغاني المظلومه كثير او المجهوله كثير، بس بتطلع بالراديو ما تسمعها؟ يا سيدي اول مره بحياتي بسمعها. لك شادي عندي بتلاقي اللي ما بتلاقيه بمحل ثاني، شايف اذا على دمشق هي ما عندها شيء اللي عند ايام التسجيلات. طيب كيفك مع الجديد؟ شبر جديد؟ يعني ما بتسمع جديد بس بتسمع قديم؟ بسمع كل شيء، جديد وقديم وشرقي وغربي وشو بدك، أنا مالي منحاز لشيء معين، أنا منحاز للنغمة الحلوة، للموسيقى الحلوة، للشيء اللي بيقول لك تعا اسمعني، بيعلق بذهنك غصب عنك، هذا في روح فوق يعني شيء عالمي، شيء حس جميل جدا. يعني هي الغنية قديمة وأنا ما كنت متوقع إنه بحياتي ممكن أنسجم مع غنية قديمة مثل هيك. نعم؟ ليه؟ محلية خال للنسكافيه. لا ظريفة ظريفة. اللي بقى باعتبارك على الآن بالشي القديم هلا، شو مشى المشروع الغربي؟ شو صار معه؟ شو بيعرفني بيزبط؟ شي يوم بيزبط.
أهلين همام. عند خالي والله. بدك اجي بجي. ما بعرف دايي لأسألك. خالو همام بده يعني يروح لعنده. لما أبو عرف إني عندك قال أخذك معي. شو أخذك؟ تاخذني بروح. طيب ليك نجي أنا وياه بعد شوي. يلا باي باي. من كتر شوقي عليك. شو هالكلمة؟ روح على الغرب اسمع لي يا شباب. شو تسمعها؟